رجعنا لكم بعد الفاصل وهنعمل النهاردة حاجة جديدة ومختلفة. هنعمل الكاليماري مع صوص الليمون والخل والثوم المفروم وملح وفلفل وكمون وكوباية شبت مفروم وزيت زيتون. هفكر حضراتكم احنا عملنا ايه. عملنا شوربة السيفود مع الذرة والكريمة، وعملنا كمان البتر ليمون مع السمك بزبدة الليمون، وبنعمل الرز المبهر. تعالوا نبتدي نشوف الكاليماري بتاعنا هنعمله بايه. نص كيلو كاليماري، كوباية عصير ليمون، معلقة خل، معلقتين ثوم مفرومين، ملح وخل وفلفل وكمون، كوباية شبت مفروم، زيت زيتون. مستردة. بص على الرز بتاعنا وصل لايه. الرز بتاعنا بقى خلاص قرب يستوي. الرز بالطريقة دي. الرز بتاعنا الحبة بتاعته كل حبة بحبتها. وهنحطه جنب السمك. شوف الجريلا بتاعتنا عبارة ايه. سخنت شوية. نحط الكريماري. حضراتكم ليكم حريه الاختيار في ان انتوا في شكل تقطيعه الكاليماري نفسه. بحاول اشيله من الميه بتاعته علشان الماريني بتاعه التتبيله. سيب ده شويه وهروح ابص على السردين بتاعي وصل لإيه. لسه شوية قدامه دقيقتين بالظبط ويستوي. بصوا لونه بقى جميل ازاي، والطماطم بدأت تاخد من طعم السمك اللي نازل منه ومع البطاطس. نشوف الكاليماري. الكاليماري لسه شويه عليه. الكاليماري اول ما يبتدي يلف وياخد شكل مختلف عن الشكل اللي احنا بنشوفه نعرف ان هو استوى. الكاليماري من الحاجات اللي هي ما بتاخدش وقت كتير على النار علشان ما تحسوش ان هي ناشفه وفقدت الطعم اللي فيها. نجيب طبق صغير. ش
نشيل الكلمات. كل الحاجات اللي هي الرخوية، الحاجات دي من اللي بتساعد على الهضم كويس، وبتساعد كمان على صحة القولون، ومن الحاجات اللي هي فيها حاجات مختلفة كتير عن بقية الأسماك. تعالوا نشوف السردين بتاعنا. السردين بتاعنا استوى، نبص عليه ريحته تجنن. حط عليه شوية زيت زيتون صغيرين علشان الوش ده يلمع، شوية الشبت نفرمهم، ومعهم كمان شوية كزبرة. الحاجات الخضروات العطرية بتبقى حلوة قوي مع الأسماك، وبتدي طعم ونكهة محترمة. يعني ناخد دول نحطها كده. تعالوا نكمل بقية الكاليماري ده. ناخد اللي طلع ده نحطه على الرز بالشكل ده، نحطه في النص ونقلب دول. شوفهم بدأوا يستوي اهم. زي ما قلت لحضراتكم ما بناخدش وقت كتير في الكاليماري، كل الحاجات اللي هي الرخويات ما بتاخدش وقت على الجريل او في التسويه. على بقية الرز نحط شوية الكزبرة بتاعتنا، وبكده تكون خلصت حلقتنا. أتمنى أكلاتنا تكون عجبتكم. نشوف الأطباق بتاعتنا نفكر حضراتكم بيها. الرز عملناه رز مبهر مع الكاليماري على الجريل، والسمك عملنا سمك مع صوص البتر ليمون وشوربة السيفود بالذرة والكريمة، والسردين المحشي خضار مع البطاطس والطماطم. اشوفكم الحلقة الجاية.